اكو ولد هم يعني هيك فاقد له والد، وقال لي عمي انت تهوس يعني هو. قلت له عمي ايه، انا ما عرفته. قلت له ايش تامر؟ قال عمي البيت بعد تومان ما يسوى. الله أكبر قلت له ايش ماله؟ قال انا ابن المرحوم، الله فانا أكبر، يعني بالواقع حاله يعني مر علينا أثر علي أكيد. مرات حتى تبكي يعني على المنصه لعلما يعني. إيه شوف قالوا هذا يبون ابن المرحوم مثلا، هسه دعينا البرنامج واحنا ما يصير اكثر شيء ناذي ناسنا. فمن قال هيك انا حكيت روسات علي اثنين. إيش قلت؟ اي قلت يقول إيه قبل كنت تسمعي يقولون، وللحجايه وصلت تو بيت بلا ابو ثار صدق تومان ما يسوى. الله الله الله، بس الوالده يمه يعرف طعم المروه، والما عنده يشوف اللوعه اللي خدمته قبل. الله الله، هذا لان انت عايش في هسه مرتاح ايه؟ تعرف غدره لو زال منك. ها صحيح. قبل كنت تسمع يقولون، وللحجاية وصلت توا بيت بلا ابو ثار صدق تومان ما يسوى. الله الله، بس الوالد يمه يعرف طعم المروة، والما عنده يشوف اللوعة اللي خلصت بواجي. البارحة وظليت ألوي، وقعدت بالدار وحدي وذكرت قعدات أبوي. الله الله، فيت ما حد يسدها حتى ابني ولا أخوي، والوالد فيا على ولايدي. أقابل صورتك بالليل، أو إن ودمعت بعيني، واقول ان يا الاب خلافك عسى لا طال سنيني. اي والله يا في البيت رد للبيت، ترى فراقك ياذيني. يا خيمه نشهاي اللوم الله وانا الله بخدمتكم. الله الله.